الإكزيما، الإكزيما المزمنة، جفاف الجلد، الإكزيما التأتبية، والتهاب الجلد التأتبي، كل دي أسامي تقع على نفس المرض. النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل. أهلا بيكم، أنا دكتور أيمن، وبطل قصتنا النهاردة هو الجلد. الجلد يا جماعة من أكتر الأعضاء الحيوية في جسمنا، وعشان نشرح إيه هي الإكزيما لازم نفهم الجلد بيعمل إيه وإيه اللي بيحصل له عشان تحصل الإكزيما التأتبية أو إكزيما جفاف الجلد. الجلد يعتبر بمثابة الدرع الحامي وخط الدفاع الأول، وفي الطبيعي الجلد بيكون هو العازل المثالي، بيدخل اللي هو عايزه ويخرج اللي هو عايزه، بيكون مسؤول عن إخراج المية الزيادة والأملاح واليوريا عن طريق العرق، والعرق له وظيفة تانية إن هو بينظم درجة حرارة الجسم. في نفس الوقت الجلد بيمنع دخول الميكروبات والمواد الكيماوية والسموم للأعضاء الحيوية اللي تحتيه. والله كل الوظائف دي محتاجة إن احنا نوقف للجلد وقفة ونسقفه، سقفة للجلد والنبي يا جماعة. بس للأسف زي ما احنا عارفين حتى أقوى أنظمة الدفاع في العالم يمكن اختراقها، والحدق يفهم بقى. تخيلوا معايا يا جماعة ان الجلد ده زي السور، عبارة عن طوب احمر واسمنت ما بين الطوب عشان يلزقوا في بعض. الجلد متكون من وحدات بناء مشابهة تقريبا، خلايا، وما بين الخلايا دي في دهون وبروتينات بتربطها ببعضها. مريض الإكزيما التأتبية بيكون عنده خلل في الاسمنت اللي ماسك الخلايا في بعضها، بيكون عنده الاسمنت لا مؤاخذه يعني مخشوش. ده بيكون يا اما خلل في تكوين الجلد منذ الولاده، يا اما بيحصل على مدار سنين طويله من التعرض للعوامل الخارجيه اللي بتبوظ تكوين الجلد وبتضعف الاسمنت اللي ماسك الخلايا في بعضها. ايوه، طب لما الاسمنت بقى ده يضعف ايه اللي هيحصل وازاي هنوصل لقصه الاكزيما في الاخر؟ مجرد ما الاسمنت اللي ما بين خلايا الجلد بيضعف، ده بيؤدي لحاجتين مهمين. ان في حاجه بتهرب من الجلد وهي المية، بيحصل حاجة اسمها ترانس ابيديرمال ووتر لوس، يعني المية اللي محبوسة في الجلد واللي بتحافظ على رطوبته بتبدأ تهرب للخارج، فالجلد يبدأ يحصل فيه جفاف، وده طبيعي بيحسسك انك عايز تهرش. الحاجة التانية ان الحاجات اللي المفروض الجلد يمنع دخولها للأنسجة اللي تحتيه بقى سهل جدا ان هي تخترق طبقة الجلد اللي فيها الأسمنت مخشوش، وهي دي بداية المشكلة. بتحس انك عايز تهرش فتمد ايدك وتهرش. بعد ما تهرش رد فعل الجسم على اللي انت عملته ان هو بيزود الالتهاب في المكان اكتر ويزود طبقات الجلد عشان يحمي نفسه من الهرش، فبالتالي زيادة الالتهاب مع زيادة طبقات الجلد وجفاف اكتر يسبب هرش اكتر، ونفضل في دايرة مغلقة ما بتنتهيش من الهرش والخربشة، ودي بنسميها الاتش سكراتش سيركل، وهي دي الكارثة في مرض الإكزيما التأتبية. والحل الوحيد بيكون ان احنا نوقف الهرش ده باي طريقة ممكنة. طب ازاي ممكن نسيطر على الهرش الشرس ده؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية، كمل معايا الفيديو. بعد ما فهمنا ازاي بيحصل مرض الإكزيما التأتبية وايه التغيرات اللي بتحصل في جلد المريض، عايزين نعرف الكلام ده بيظهر على المريض في شكل ايه. عادة المرض بيظهر منذ الطفولة، مع ان في نسبة من الحالات بيبدأ عندها المرض في سن متأخر. العرض الرئيسي في كل الاحوال بيكون هو الاحساس بالهرش. عند الاطفال الرضع بيبدأ يظهر الطفح الجلدي في صورة إكزيما حادة، واحنا وصفنا شكل الإكزيما الحادة والمزمنة في الفيديو بتاع الإكزيما، انصحك ان انت تتفرج عليه هيفيدك جدا. بيظهر في الاطفال الرضع في صورة التهاب او احمرار في الوجه، وبيظهر في الاطراف عندهم في الاسطح الخارجية للرجلين والايدين، ودي بنسميها الاكستنسور سيرفيسز. كل ما سن المريض يتقدم شكل المرض والاماكن الشائعة بتاعته بتتغير. في الاطفال الاكبر شوية او في البالغين بيكون الطفح الجلدي مائل ان هو يظهر في تنايات الاطراف، وطبعا في نوع شائع بنشوفه جدا بيظهر خلف الفخذ، وده بيكون بسبب احتكاك الفخذ مع قاعده الحمام، وله اسم شائع اسمه تويلت سيت اكزيما. وفي الحاله دي تحديدا بيكون مهم جدا ان المريض يستخدم غطاء قطن لقاعده الحمام عشان يقلل الاحتكاك بالبلاستيك بتاع القعده. المرض مش بيكون ثابت، اوقات بيزيد واوقات بيقل، بيبقى له فترات نشاط وفترات خمول. وعادة مريض الإكزيما التأتبية بيكون عرضة أكتر لمجموعة أمراض كده، أولاد عم وقرايب كلهم، اللي هي أمراض الحساسية. الإكزيما التأتبية أولهم حساسية الصدر، حساسية الأكل، وحساسية الجيوب الأنفية. طب و
بتشخصوه ازاي يا دكتور الدكسيما بتشخصوها ازاي؟ وعشان هو فعلا مرض يلخبط وممكن يكون شبه امراض تانية كتير، فلو كريتيريا او خصائص معينة لازم تكون موجودة عشان نشخص المريض بان هو عنده اكزيما تأتبية او اكزيما جفاف الجلد. الكريتيريا او الخصائص دي بتتقسم لثلاث حاجات: حاجات لازم تكون موجودة عشان نقول ان ده مريض اكزيما تأتبية، حاجات غالبا بتكون موجودة وبتأكد لنا التشخيص، حاجات احتمال تبقى موجودة وممكن تكون موجودة في امراض تانية كمان. الحاجات اللي لازم تبقى موجودة هي اولا الاحساس بالهرش، تاني حاجة هي الاكزيما بالاشكال اللي احنا وصفناها والتوزيع الشائع اللي احنا وصفناه، وتالت حاجة ان هي بتروح وتيجي بشكل مزمن، يعني ليها فترات نشاط وفترات خمول زي ما قلنا. دول التلات حاجات اللي لازم يكونوا موجودين عشان التشخيص يكتمل. في حاجات في الاغلب بتكون موجودة وبتأكد لنا التشخيص اكتر، واولهم هو جفاف الجلد، وده بيرجح اكتر تشخيص الاكزيما التأتبية. تاني حاجة ان يكون في تاريخ مرضي للمريض نفسه او لحد من اسرته بامراض الحساسية اللي قلنا عليها. تالت حاجة ان احنا لما نعمل تحليل IgE، وده نوع من الاجسام المضادة في الجسم بتزيد في اي نوع من امراض الحساسية، بنلاقيه عالي. بس مهم هنا ان نقول ان ده مش كافي للتشخيص، وان مفيش تحليل معين نعمله يأكد لنا تشخيص الاكزيما التأتبية. ده تشخيص اكلينيكي بيعتمد على الكريتيريا والخصائص اللي الدكتور هيشوفها في الحالة. رابع حاجة ودي مهمة برضو ان هي غالبا بتبدأ في سن صغير، ولكن يظل الاستثناء ان في حالات نسبة صغيرة من الناس بيظهر عندهم الموضوع في سن متأخر. في حاجات بتقترح علينا لما نشوفها ان التشخيص غالبا بيكون اكزيما تأتبية، بس الحاجات دي مش لازم تكون موجودة وممكن تكون موجودة في حالة امراض تانية. اول حاجة ان يكون في مشاكل في الدورة الدموية، ودي بنشوفها في شكل شحوب في الوجه اسمه فيشيال بالور، او بنشوفها في تأخر امتلاء الشعيرات الدمويه في الاطراف، ودي حاجه اسمها delayed blanch test. لما نضغط على الاطراف كده المكان بيبيض، المفروض يرجع يحمر تاني بسرعه. لو الاحمرار ده بيتاخر دي حاجه برضو ممكن ترجح لنا تشخيص الاكزيما التأتبية. تاني حاجه هو جلد الوزه او كراتوز سبايلاريس. تالت حاجه النخاله البيضاء، في فيديو كامل عملته عنها هسيبه لكم هنا. رابع حاجه زياده خطوط الكفين او حاجه اسمها هايبر لينير بالمز. خامس حاجه وجود مرض السمكية او الاكثيوزيس، بيقترح علينا برضو التشخيص ان ممكن يكون معاه اكزيما تأتبية مصاحبة. تسمك او زيادة خشونة الجلد اللايخينيفيكيشن، ده من العلامات برضو اللي بتخلينا نشك في المرض، وطبعا وجود علامات هرش وخرابيش كتيرة في الجسم. بس قبل ما نشخص المرض، انتوا فكرتوا ان التشخيص سهل كده؟ لازم نستثني اي حاجة تانية ممكن تسبب الهرش، زي مثلا الجرب او الاكزيما التلامسية او الاكزيما الدهنية والى اخره والى اخره من الامراض الجلدية. الخلاصة ان التشخيص بتاع المرض ده مش سهل ومحتاج دكتور خبير، فأرجوك بلاش تشخص نفسك وخلي الدكتور هو اللي يشخصك. برضو يا دكتور لسه ما قلتلناش العلاج ايه ونوقف الهرش ازاي، انت وعدتنا. برافو عليك، انا مبسوط منك ان انت فاكر ومركز. هنتكلم بقى على العلاج دلوقتي حالا اهو. رقم واحد ومن وجهة نظري هو العلاج النهائي وسبب الوقاية من المرض هو الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. زي ما شرحنا في الاول، الاكزيما التأتبية بيكون الموضوع كله خلل في الاسمنت اللي ماسك خلايا الجلد في بعضها. الخلل ده بيخلي المية تهرب من الجلد ويحصل جفاف. يبقى الحل ان احنا نعوض الجفاف اللي موجود ده بمرطبات بشكل مستمر عشان نحبس المية في الجلد ويفضل مترطب، وعشان نصلح طبقات الجلد من الخلل اللي فيها قدر الامكان. الترطيب لازم يستمر حتى لو المرض نفسه في حالة خمول علشان ما ينشطش تاني. يعني الترطيب في الحالة دي هو علاج وهو وقاية من عودة المرض، عشان اللي بيقول ان الاكزيما بتخف وترجع تاني عشان حضرتك ما بتفضلش ماشي على المرطب والتعليمات المهمة اللي هنقولها في اخر العلاج. ركز معايا بقى، باقي العلاج هنقسمه لثلاث حاجات. قسمتها نصين. تمام. النص الاولاني قسمته لنصين، العلاج الموضعي والعلاج الضوئي والعلاج الشامل. العلاج الموضعي واول حاجة فيه هو الكورتيزون الموضعي، وده من اقدم الحاجات واكتر الحاجات الفعالة في علاج الاكزيما. تاني حاجة في العلاج مجموعة من الدهانات اتكلمنا عنها قبل كده اسمها التوبيكال كالسينيورين انهيبيتورز، وهما مادتين التاكروليماس والبيمكروليماس، وبنستخدمهم مع الكورتيزون الموضعي في الحالات الشديدة عشان نسيطر
نقدر عليها، وممكن نستمر عليهم هم للوقاية لأن أعراضهم الجانبية أقل من الكورتيزون لما نستخدمه لفترة طويلة. وتالت حاجة في العلاج الموضعي دواء جديد وفعال في علاج الإكزيما التأتبية اسمه كريسابكورول، وده يقع تحت بند من الأدوية اسمه نون استرويدال فوسفوداي استريز انهيبيتورز. نون استرويدال يعني مفيهوش كورتيزون، فبالتالي أأمن بكتير في الاستخدام طويل المدى. فوسفوداي استريز انهيبيتور ده بيوصف الميكانيزم اللي بيشتغل بيها الدواء، واللي هنشرحها قريب في فيديو مختص لأن الدواء ده لسه نازل مصر قريب، انتظروا الفيديو ده. ولو انت مش مشترك على القناة بقى انزل اشترك على القناة علشان الفيديو ده يطلع لك أول ما ينزل. تاني حاجة وهي العلاج الضوئي، والعلاج الضوئي يعني جلسات الأشعة الفوق بنفسجية النورو بند الترا فايلوت بي أو الإكزايمر ليزر لو أماكن محدودة في الجسم، بتساعد في السيطرة على الالتهاب اللي موجود في الإكزيما التأتبية. تالت حاجة وهو العلاج الشامل، وفي العلاج الشامل عندنا أربع أنواع من العلاجات. فالنص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني مش بتاع النص الثاني. ما انا قسمت نصين، النص الاولاني بتاع النص الاولاني عشان يعني لو جبنا ثلاث برتقانات. الكورتيزون في صوره حقن او برشام، مضادات الهستامين اللي بتسيطر شويه على الهرش ودي بتكون حاجه مؤقته، العلاج المناعي اللي بيظبط المناعه فيقلل الالتهاب اللي موجود في الجلد، والعلاج البيولوجي وده احدث واقوى حاجه وامن حاجه في العلاج، وهنتكلم على كل واحد فيهم سريعا، وممكن نعمل فيديو منفصل للعلاج بعد كده نشرح فيه كل التفاصيل. الكورتيزون في صورة حقن او برشام بناخده لو الحالة جديدة والاكزيما ظاهرة في اماكن كتير علشان نقلل الالتهاب بشكل سريع، وبيكون فعال جدا ونقلل الهرش بشكل سريع. تاني حاجة وهي مضادات الهستامين وانواعها كتير، جيل اول وجيل تاني وجيل تالت مش هنختلف كتير، بناخد نوع معين منهم ونمشي عليه مدة قصيرة عشان يسيطر شوية على الاحساس بالهرش، يعني زي ما اتفقنا الهرش هو المشكلة الرئيسية. تالت حاجة العلاج مناعي في صورة ميثوتريكسيت او ازاسيوبرين او سايكلوسبورين، ولكن بيكون لهم اعراض جانبية طبعا ولازم تحاليل معينة نعملها كل فترة لو ماشيين على الادوية دي، وما بنلجأ لهاش الا لو حالة شديدة جدا 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 وما ينفعهاش العلاج البيولوجي لسبب مادي او سبب طبي. رابع حاجة وده افضل واحسن حاجة وهو العلاج البيولوجي، وزي ما شرحنا قبل كده كتير العلاج البيولوجي ده زي ما يكون قناص بيستهدف حاجة معينة في المناعة اللي بتعمل المرض ده تحديدا، وما يأثرش على بقية المناعة زي العلاجات المناعية، فبتكون أعراضه الجانبية أقل بكتير وبيكون آمن جدا في أغلبية الحالات. وفي ثلاث أنواع علاج بيولوجي موجودين في مصر بالفعل لعلاج الإكزيما التأتبية المزمنة. أولهم هو نوع حقن المادة الفعالة بتاعتها دوبيلوماب ومعروفة في السوق باسم دوبيكسين. تانيهم هو برشام المادة الفعالة بتاعته اسمها أوباداسيتينيب ومعروف في السوق باسم رينوك. ثالثهم وهو كريم المادة الفعالة بتاعته اسمها روكسيليتينيب ومعروف في السوق باسم روكسوتوب، وأيوة هو بتاع علاج البهاء اللي عملنا عنه فيديو قريب هسيبه لكم هنا. دي الثلاث علاجات اللي موجودة. في حاجة هنا مهم ان انا اقولها، ان اغلبية حالات الاكزيما التأتبية بتكون حالات بسيطة او متوسطة يمكن السيطرة عليها بالعلاجات الموضعية، ومش محتاجين ان احنا ناخد علاجات بيولوجية او مناعية شديدة. ولكن في الحالات المتوسطة او الشديدة قوي اللي الموضوع بيكون مؤثر على حياتهم ومؤثر على نفسيتهم، الاختيارات دي موجودة ومتاحة، اتكلم مع الدكتور بتاعك فيها، ولو كتب لك حاجة فيهم خدها وانت مطمن وتابع معاه. في الاخر الاكزيما التأتبية هو مرض وقاية من وجهة نظري، وزي ما قلنا اهم حاجة فيها رقم واحد هي الترطيب، وفي حاجات تانية هقولها دلوقتي وهي الملابس الواسعة القطنية، التغذية السليمة ان احنا ناكل خضار وفاكهة وبروتين، ونبعد عن الكيماويات في الاكل، ونبعد عن الصابون والكلور، وحاجة مهمة جدا المريض يحافظ على الدهون الصحية في اكله، يعني زيت الزيتون، الزبدة الطبيعية مش الزبدة النباتي، المكسرات، الاسماك، الحاجات اللي فيها دهون صحية بتفيد الجسم جدا وبتفيد تكوين الجلد تحديدا. ياريت يا جماعة نحافظ على جلدنا عشان نحميه من الامراض. في النهاية الاكزيما التأتبية هي مرض منتشر بالفعل وكل يوم انتشاره بيزيد اكتر، بس زي ما شرحنا هو في اغلب الحالات بيكون بسيط والسيطرة عليه سهلة، وكلمة السر في علاج المرض هي اجراءات الوقاية والترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. بس قبل ما تقول ان انت عندك اكزيما مزمنة او اكزيما تأتبية لازم الاول تعرف يعني ايه اكزيما، وده اللي شرحته بالتفصيل في الفيديو ده، اتفرج عليه واشترك على القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.